داكشي شو داك في علم الله تبارك وتعالى ما نقدر نقول حتى شي حاجه في داكشي، ولكن الانسان كيمكن يحتضر واحد المده، ولكن دخل الحال واحد المده، ولكن ما كيمكن تستمر سيمانه كيما وهو يحتضر، كيف كان هادشي هذا وشناه؟ ولكن قد يدير 40 يوم وقد هذا كلام، واش عنده شي اصل؟ انا لا علم لي، ولكن الذي رايناه وشاهدناه ان كاين الناس يدوزوا ايامهم في الاحتضار يحتضرون. من غير اعتذار كتكون عنده واحد الهواجس خاصه كيقول لك انا صافي غنموت او لا. وهذاك الشيء هذاك الشيء غير 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 ما عرفتش ما نقدرش نقول لك انا ماشي هواجس، كاينين الناس اللي عرفناهم تيبدا يشوف الناس اللي ماتوا. تيبدا تيكون قاعد تيبدا يشوفهم. تيشوفهم هكذا يتراءون له. تيبدا يتكلم عليهم. انا حضرت مع شي حد كان معه كانت معاه المراه ديالو وداك الشيء كنا وبقى شويه شاف فيها قال لي اش كديري انت انا خرجي هذوك الناس اش درتي اش قاعده انت انا وهذوك الناس راهم قاعد. قلت له انا بوحدي انا وفلان. قلت له لا 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 هذوك الناس راهم قاعدين له. تتراءى له بعض الاشياء. هذا تيدخل في واحد العالم الله سبحانه وتعالى كيفتح فيه كيفتح به على بعض الناس. كيشوفوا الناس الصالحين وكان والعياذ بالله للناس كيبداو يشوفوا شي دوك الناس يعني اللي ماتوا كانوا كانت عندهم اخطاء في الحياه ديالهم. هذه امور كاين اللي كيشوف والديه كاين اللي كيشوف بعض العلماء كاين اللي كيشوف بعض الصالحين كاين اللي كيشوف بعض الناس اللي كان عاش معاهم ودوزوا حياتهم في الوسخ وداك الشيء وماتوا وفي اخر ايام وكيبدا يشوف سبحان الله العظيم. وكاين اللي سبحان الله العظيم هذيك الحاله لا يمكن ان يصفها الا من كان يعيشها وهذاك الذي كان الذي يعيشها لا يمكن ان يصفها لماذا؟ لانه مشغول بنفسه. الله سبحانه وتعالى يثبتنا.